صباح الخير ولا مساء الخير، وهاكم تشوفوا في سيد بابو راه مهبلنا، ما يحبش ينوض الصباح، ما هو يحب يتصبح. هي ما هنا هي اللي تقلق فيه، تقول له نوض، يقول لها لا غطيني. واش راح نقول لكم بنات، اليوم ميلونج رائع جدا اللي هو الاشقى الرمادي، يفاصي كم اللي ماش، يغطي الشيب، يرق الالوان مخلطه، النحاسيه البرتقاليه كيما لافوتو بالضبط. يعني هذا الميلونج توب اوف ذا توب، كنت عطيته لكم من 8 اشهر هكا في اللايفات. انا نسميه ميلونج يعتمد عليك انت، يعني انت تتحكمي في اللون. واش راح نقول لكم، راح نهزو تيوب كامله من رقم 11 اللي هو الاشقى الرمادي الفاتح، وعليه نصف عبوه من رقم 3 اللي هو شاتان كلير سوندري. اذا اذا حبيباتي هذه اللونين ناخذوا عبوه كامله من 11 وعليها نصف عبوه من رقم 3 وواحده فقط اوكسينو، يغطي الشيب، يوحد اللون كما نقولوا حنا، يغطي الالوان النحاسيه البرتقاليه، يغطي اللي ماشي الصفر اللي ماشي البلاتين، ومع الغسيل واش نقول لكم، يرجع الشعر يهبل يهبل يهبل، مام يقتل هذيك الالوان الخايبه، وخاصه انه يغطي الشيب تقدروا تعتمدوه انكم تجبدوا عليه ليماش وانكم تغطوا به الشيب تاعكم. نبدو على بركة الله، خذينا عبوة كاملة من رقم 11 وخذينا عليها نصف 3، إذا حبيتوا أفتح تأخذوا عليه ربع عبوة وعليها واحدة فقط أكسيدون، فهمنا؟ إذا كنتوا تحبين تخدموا هذا الميلونج على شعركم الطبيعي ما تقدروش، لازم عليكم تفتحوا بالبي ان، توصلوا فقط إلى درجة 6 اللي هي النحاسية أو البرتقالية، أي أم بعد تخلطوا الميلونج تاعك تطبليكوه كامل راح يعطيكم هذا اللون. طبعا واش راح نقول لكم يا البنات، نعطيكم الان الميلونج بالاسماء للاخوات اللي في اخواتنا اللي في العراق يتبعوا فيا بالبزاف، اخواتنا اللي في ليبيا مصر المغرب، نحبكم متعليكم، تحيه لكم. خذوا عصاره من الاشقر الرمادي، وخذوا على نصف عصاره من الكستنائي الفاتح اللي هو شاتان كلير سوندري. راح نخليكم الاسم بالضبط لانه في العربيه لازم نكتبوا الاسم بالضبط في صندوق الوصف. وخذوا عليه علبه اوكسيدون 20 فوليم، 20 فوليم للشيب، 30 فوليم للشعر العادي. نابليكو هذا الميلونج على الشعر، ومن ميزته هذا الميلونج يا البنات انه يصحح الالوان، يعني انت كديريه مع الغسيل راح ينظف لك الالوان، حتى اللي ماشي كيكونوا كي من هاك رمادي راح يخفيهم وراح يعطيهم لون يهبل. وهذا طبعا خدمت لكم اللي ماشي هذا، ما راح نديره لكم باللون الدائم، عطيتكم ميلونجات بزاف، ولكن كل مره نعطيكم للناس اللي تحب اندريا وغيرها. نرجعوا للميلونج تاعنا، طبعا نخدموه ونحطو على شعرنا ونخلوه بالضبط 35 دقيقة باش يحكم مليح في الشعر ويجي غامق بزاف، وكي تغسلوه يحول. كاينه حاجة باش عدو ما تشخفوا منها، كي يجيكم اللون غامق راهو مع الغسيل يحول. ثم بعد ذلك خلوه واغسلوه عادي جدا. كما قلت لكم هذا اللون يصح لكم الشعر، يوحد لكم اللون، يغطي الشيب، اهم حاجة يغطي الشيب اللي كرهتو منه، وايضا تقدر تجبدوا فوق منه ليماش. هذا السؤال طبعا مطروح جدا في قناتي، بحيث انهم يسقسوني ليندا هل هذا الميلونج يغطي ولا لا، هذا الاشقر الرمادي بالذات يغطي الشيب، غير لا تقلقوا رواحكم وتجبدوا عليه ليماش يزيد يبان احلى واحلى كيما لافوتو بالضبط. يعني وكنت عطيته لكم يعني عنده فتره كبيره في اللايفات، والان جاء دور تصوير الفيديوهات. كما تعرفوا احنا نحكوا في اللايف ونجاوبوكم على التساؤلات تاعكم، ونخدم لكم الفيديو كي يكون عندي الوقت. هاو ليكم البنات، راهو تم معنا الميلونج، ميلونج رائع جدا يليق كامل انواع الشعر، واذا حبيتي تخدمي على شعرك الطبيعي فتحي فقط وديريه. ان شاء الله يا ربي يكون عجبكم هذا السوندري، رائع جدا. خلونا تعليقاتكم وكلماتكم اللي تحبوا تسقسوها، وشكرا لكم على كل كلمة تخلوها لي طيبة في القناة، نحبكم بزاف، وتحياتي إلى الناس البيض بالقوة والناس بجاية وكل ناس الجزائر، نحبكم، وخاصة البنات تاع الغربة، ربي يحفظكم إن شاء الله. السلام عليكم.